اهلا بيكم في حلقه جديده من كواليس يلا كور. كواليسنا النهارده هنتكلم فيها عن 3 4 موضوعات. الموضوع الاول بيتكلم عن كهرباء. الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد المصري، قال له ايه قصه كهرباء وعرفنا الموضوع، لما هو اللاعب اتسجل صح ولا غلط. الاتحاد المصري بعت للاتحاد الدولي قال له موقف الزمالك مع كهرباء سليم، عقد اللاعب سليم. وهنا اتحاد الكره مجبر ان هو يقول العقد سليم، لانه اتحاد الكره هو اللي سجل كهربا الاتحاد القديم اللي كان موجود وكان بيرقص اللجنه في هذا التوقيت، الكابتن مجدي عبد الغني والمهندس احمد مجاهد بالتناوب. فالوقت دوت اتايد كهربا لنادي الزمالك، وكهربا بيطعن على هذا العقد. كهربا ما رضيش يطعن على العقد ده اياميها، لانه كان فاضل له سنه في عقده، فقال انا استنى لما العقد القديم خالص اللي انا جيت بيه من انبي للزمالك يخلص واشتكي واللي عمله كهربا دوت. لكن كهربا برده عنده جزء كبير من المسؤولية، لأنه كهربا لو كان عايز يشتكي كان اشتكى من أول وتاني سنة لما الزمالك طلعوا إعارة وما كانش في القائمة الرئيسية ولا كان في قائمة الإعارات، فهو في الوقت ده كان لاعب حر، ولكن تم إعادته تاني للزمالك بعقد سليم من نادي الزمالك، لأنه الزمالك أيد العقد وخلاص ما عندوش أي مشكلة في هذا الموضوع اطلاقا. والتوقيع اللي موجود على عقدين توقيع محمود عبد المنعم كهربا. فاتحاد الكرة بالرغم من بعض المسؤولين في اتحاد الكرة عارفين ان في بعض الاجراءات خطأ، ولكن تم قيد اللاعب، وبالتالي اتحاد الكرة لو قال ان موقف الزمالك مش سليم يبقى هو مشارك في هذه، يعني مش هنقول جريمة، ولكن مشارك في ان هو ايده، يعني تأييد باطل يعني. فالموضوع هيتصاعد الفترة اللي جاية. طيب كهربا هيوصل لايه الفترة اللي جاية؟ الموضوع هياخد له وقت شوية، وكهربا يعني اللايحة هتنص في الموضوع بتاع كهربا بالذات على ايقاف من 4 إلى 6 شهور، وكمان تعويض نادي الزمالك بقيمة العقد المتبقية، ودي لازم تندفع لنادي الزمالك. كمان كهربا فترة الإيقاف ممكن تيجي مثلا في إيقاف بين دوريين، لا يشترط ان هي تكون فترة لعب، يعني في النشاط شغال، ما يبقاش مثلا بين الدوري ده خلص 2021 خلص و2022، لا لازم يبقى خلص وبدأنا في الدوري الجديد، فيتم استنفاذ المدة من الدوري وهو بيتلعب. ده موضوعنا الاولاني. موضوعنا الثاني خلينا نروح لأحمد حجازي. أحمد حجازي لاعب منتخب مصر، اخطر احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب، ان هو ممكن ما يكونش موجود معسكر منتخب مصر اللي جاي. طب ليه حجازي مش موجود؟ حجازي زعلان جدا لانه المعسكر الاخير للمنتخب في التراي ماتش او في التدريبه الاساسيه زي ما بنقول، الكابتن حسام البدري قعد احمد حجازي احتياطي ولعب برامو ربيعه. حجازي اتضايق شويه وقال ازاي ان انا اقعد احتياطي. حجازي كان عنده تخوف ان هو يقعد في مباراه احتياطي، وبلغتنا كده قلب وشه شويه، ولكن الجهاز تراجع وقدر يلحق بحجازي. حجازي نفس موقفه وموقف موقف عند محمد النني برده، يعني متضايق شويه من الكابتن حسام البدري، ولكن اعتقد انه الكابتن حسام هيتواصل معاهم الفتره اللي جايه لحل هذه الامور، لانه في لعيبه ابلغت بعض اعضاء الجهاز الفني ان هم مش عايزين ينضموا للمعسكر لو هيتم معاملتهم بالطريقه دي. موضوعنا الثالث VAR او الفار او الفيديو اللي هيتطبق في مصر، هل هيتطبق ولا مش هيتطبق؟ احنا هنا بنقول لكم من خلال معلوماتنا انه في 54 حكم بيتدربوا على هذه التقنيه، ولكن الفيفا عشان تمنح الرخصه لل 54 هي جت شافت ال 54 وشايفه ان اللي يصلح منهم من 10 ل 15 حكم، فبالتالي ده ما يغطيش كم المباريات او كم الملاعب اللي هيتلعب فيها الدوري، فعشان كده ممكن يتم تاجيل او ترحيل التقنيه لحد اخر 3 4 جولات حاسمين في الدوري، لانه ما فيش كاميرات تغطي كل الاستادات، ما فيش حكام هتغطي كل الاستادات، فبالتالي دي بعض العراقيل وخلاص الدور الثاني خلاص، فبالتالي الموضوع هيترحل شوية وده الأقرب، واتحاد الكرة بيسابق الزمن يعني ان هو يقدر يشوف حل في هذا الموضوع. اخر خبر معنا النهاردة وهو قمة 24 فبراير. احنا عارفين ان الزمالك والاهلي هيلعبوا يوم 20 في السوبر في الامارات، في ماتش كمان في الدوري المصري يوم 24 بين الاهلي والزمالك، ولكن من خلال مصادرنا داخل اتحاد الكرة هذه المباراة ممكن تتأجل، لا لدواعي امنية ولا عشان خاطر قمتين ورا بعض خالص. تأجلها انه في حالة صعود الاهلي والزمالك خلاص صعد، هيبقى في مباريات في افريقيا يوم 28 و29 فبراير، في الوقت اللي هم هيلعبوا بره مصر يوم 20 ماتش السوبر، فيبقى ماتش قمه في النص، فده بيهدد مستقبل الفريقين في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي ممكن يتاجل الماتشات. وابسط مثال على ذلك تاجيل مباراه الاهلي وانبي والزمالك والمصري اللي كانت قبل الجوله اللي فاتت، ونفس التوقيت الزمني هو الفارق 4 ايام. خلينا نشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها.